منذ استقلال البلاد سنة 1962 حكم الجزائر رؤساء اختلفت نهاياتهم في الحكم والحياة، ولم يبقى من رؤساء الجزائر السابقين على قيد الحياة سوى اليمين زروال الذي حكم البلاد من سنة 1995 إلى 1999. سنشاهد في هذا الفيديو رؤساء الجزائر الذين وافتهم المنية. إخواني في الله، أحتاج إلى 10 ثواني من وقتك. صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. الرئيس أحمد بن بلة. أحمد بن بلة هو الرئيس الأول للجزائر، حكم لسنتين فقط. بدأت فترة حكمه سنة 1963، ورحل بانقلاب عسكري سنة 1965 قاده ضده وزير دفاعه العقيد هواري بومديان. رحل بن بلة سنة 2012 عن 96 عاماً إثر وعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بالعاصمة مرتين. الرئيس هواري بومديان، اسمه الحقيقي محمد بخروبة، واتخذ لقب هواري بومديان اسما له خلال ثورة التحرير، ولازمه هذا الاسم إلى وفاته. حكم الجزائر من 1965 إلى 1978. توفي الرئيس بومديان في ديسمبر 1978 بعد مرض غامض شخصه الأطباء الروس، وقالوا إنه نتيجة سم تناوله. وإلى اليوم لا يعرف الجزائريون السبب الحقيقي لوفاته. الرئيس الشاذلي بن جديد. خلف الشاذلي بن جديد الراحل بومديان بداية عام 1979، واستمر رئيسا إلى عام 1992 عندما قدم استقالته، أي أنه حكم البلاد 13 عاما مثل سلفه. رحل الرئيس بن جديد سنة 2012 عن 83 سنة إثر أزمة قلبية نقل إثرها إلى مستشفى عين النعجة العسكري بالعاصمة. الرئيس محمد بوضياف. خلف بوضياف الرئيس المستقيل بن جديد، وعين رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في يناير 1992 بعد إلغاء المسار الانتخابي وبداية دخول البلاد في دوامة عنف مسلح. بعد قرابة 6 أشهر من الحكم اغتيل الرئيس بوضياف في مدينة عنابة شرقي البلاد في يونيو 1992، واتهم ضابط عسكري بقتله، لكن النجل بوضياف ناصر بوضياف يتهم جنرالات سابقين في الجيش بمعرفة من قتل والده وإخفاء الحقيقة. الرئيس علي كافي. عين علي كافي عضواً في المجلس الأعلى للدولة في يناير 1992، وفي يوليو بات رئيساً لهذا المجلس خلفاً للرئيس بوضياف الذي اغتيل. دامت فترة رئاسة كافي سنتين إلى أن سلم السلطة في يناير 1994 لخلفه اليامين زروال، وفي أبريل 2013 توفي كافي عن 85 عاماً. الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وصل عبد العزيز بوتفليقة إلى السلطة سنة 1999 حيث خلف اليمين زروال الذي تخلى عن السلطة وأعلن تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة فاز بها بوتفليقة. في فبراير 2019 انتفض الجزائريون ضد بوتفليقة بعد ترشحه لعهدة خامسة رفضوها، واضطر بوتفليقة بسبب الحراك الشعبي لتقديم استقالته في مايو 2019. رحل بوتفليقة وهو أطول رؤساء الجزائر حكماً لمدة 20 عاماً في 17 سبتمبر 2021 عن عمر 84 عاماً إثر تداعيات إصابته بجلطة دماغية سنة 2013 أقعدته على كرسي متحرك منذ ذلك الحين. الرئيس عبد القادر بن صالح. رحل رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح في 22 سبتمبر 2021 عن 80 عاماً بعد إصابته بالسرطان. حكم الرئيس بن صالح البلاد لفترة انتقالية خلفاً للرئيس المستقيل بعد حراك شعبي
عبد العزيز بوتفليقة، وشغل منصب الرئاسة وفق للمادة 102 من الدستور التي تحدد من يرأس البلاد في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، وتنحى بعد انتخاب الرئيس الحالي عبد المجيد تبون في ديسمبر 2019.